اليوم الخامس من الصوم. أدوات العمل الصالح. حدد يسوع طريق الاهتداء العميق بشرطين مهمين أساسهما فعل واحد وهو المحبة. يتجلى الشرط الأول بمحبة تتوجه إلى السماء حيث عرش الله، تخرج من هيكلك الداخلي من كل قلبك ومن كل عقلك ومن كل كيانك، أي أن تواظب بحب ويقظة على عيش كلمته وتحقيق مشيئته في حياتك اليومية، فتشرق شمسه الروحية عليك وتشعر بدفئها ونورها الخلاصيين. أما الشرط الثاني فهو محبة توازي محبتك لنفسك تجاه الآخر الذي قد يختلف عنك بالطباع أو الشكل أو القامة أو الحضور أو الموقف، ورغم كل هذا الاختلاف فأنت قادر على الحب والاحتضان. بهذا يصبح صومك ذا معنى وغاية سماوية، وتبدو أدوات الله في متناولك، فلا تضيع فرصة الحب التي ستمهد طريقك نحو الملكوت. ماذا أفعل اليوم؟ عليك أن تعد قائمة بكل أدوات العمل الصالح التي من شأنها أن تنمي حياتك الروحية في هذا الزمن المقدس، كأن تكون أعمال الروح تجاه الله من صلاة وصوم وابتهال يومي وتبشير بالكتاب المقدس، وأعمال الرحمة تجاه القريب كزيارة المرضى أو مساعدة الفقراء أو مواساة الحزن والمكتئبين أو خدمة المعاقين، ولكن بشرط أن تمارسها من كل قلبك وليس سعيا لتبجيل الذات أو مديح الآخرين. لو تأملنا فيما عاشه رب المجد يسوع الذي جرب من قبل الشرير الذي طالبه أن يظهر قوته الإلهية ليس في سبيل المجد السماوي بل لأجل المجد الشخصي، مستخدما آيات من الكتاب المقدس تثبت قدرة يسوع وهويته الإلهية كابن الله، وقد أجابه يسوع بنفس الأسلوب ولكن باتجاه يغير مقصده تماما، فانتصر عليه بقوة الروح القدس. هكذا لا يمكننا أن نحب الآخرين إن لم نحب ذواتنا أولا، فقد استطاع يسوع أن ينتصر على الشرير لأنه كان يعلم بأنه محبوب ومحمي من قبل الآب القدوس. ولهذا حاول أن تتأمل اليوم في تجربة الرغبات الشخصية التي تتعارك من أجل إشباعها في حياتك، وفكر هل يدل هذا السلوك على مقدار الغضب والفراغ الموجودين في داخلك أم ماذا؟ إنما نبع السلام الداخلي الذي فيك هو إمكانية لرؤية وجه الله، وهذا ما تحتاجه اليوم. صلاة. يا أبتي الإلهي، إني عالم بعجزي عن تقديم الحب مثل ما تقدمه أنت بسخاء لا ينضب معينا، ولكني عازم أن أهب ذاتي من كل قلبي وبقدر استطاعتي. أعني في استبدال انحراف قلبي
بالتركيز على حبك وحب الآخر. خلصني من اليأس والضعف خلال تجاربي، وقوني في كل ما أفعله اليوم يا إله خلاصي.